مبروك يا مشعل يا معرب الساس ذخر الرجال اللي يشرف نسبها الليلة الفرحة ترى ما لها قياس وامك عسى الله ما يخيب طلبها مبروك يا مشعل يا معرب الساس ذخر الرجال اللي يشرف نسبها والليلة الفرحة ترى ما لها قياس امك عسى الله ما يخيب طلبها القصر اعتبى بناها صوك الراس ابن صميم التكلفة ما حسبها ابن صميم التكلفة ما حسبها حطت تبر على المحافل والاعراس ولعتبها الهيلة الرسالة كتبها وعلقها لين يسمعوا صوتها الناس والطيبة ولد محمد كسبها كسبها بالصميم شهره ونوماس وعلى القناة ذاعها ما حجبها وعلى القناة ذاعها ما حجبها باسمه ضيقت بفترنا ذوق واحساس ان الجذع صعب الامور يغصبها وباسم القبيله وقفته ترفع الراس ولد محمد والرجال ونسبها ابوه يكرم يوم الارياق يباس ويشب نار ما يقلل حطبها ويشب نار ما يقلل حطبها يلفونها الضيفان من كل الاجناس قوم لطول الدرب تنقل عزبها يلقون كيف مخنده تبر الاعماس صينيه تقلب عليها شبابها يكرم ضيوف الليل ما يشكل افلاس والبخل فوقه خيمته ما نصبها محمد ولد مطلق بعيد عن الاجناس حللها قدامي نشبها حللها قدامي يكثر نشبها مبروك يا مشعل يا معرب الساس ذخر الرجال اللي يشرف نسبها والليلة الفرحة ترى ما لها قياس امك عسى الله ما يخيب طلبها القصر اعتبى بناها صوك الراس ابن صميم التكلفة ما حسبها ابن صميم التكلفة ما حسبها حطت تبر على المحافل والاعراس ولعتبها الهيلة الرسالة كتبها وعلقها لين يسمعوا صوتها الناس والطيبة ولد محمد كسبها كسبها بالصميم شهره ونوماس وعلى القناة ذاعها ما حجبها وعلى القناة ذاعها ما حجبها باسمه ضيقت بفكارنا ذوق واحساس ان الجذع صعب الامور يغصبها وباسم القبيله وقفته ترفع الراس ولد محمد والرجال ونسبها ابوه يكرم يوم الارياق يباس ويشب نار ما يقلل حطبها ويشب نار ما يقلل حطبها يلفونها الضيفان من كل الاجناس قوم لطول الدرب تنقل عزبها ويلقون كيف مخنته تبر الاعماس صينيه تقلب عليها شبابها يكرم ضيوف الليل ما يشكل افلاس والبخل فوقه خيمته ما نصبها محمد ولد مطلق بعيد عن الاجناس حللها قدامي يكثر نشبها حللها قدامي يكثر نشبها حللها قدامي يكثر نشبها.